مرحبا بك سي حمزه قديره في موقع اليوم 24. انتم رئيس مجلس وطني لهيئه الصيادله بالمغرب، نود ان نثير معكم في هذا اللقاء طبيعه الاجراءات الضريبيه او الجمركيه المتعلقه بالادويه، وكيف يمكن ان تنعكس على اسعار الادويه. يعني يمكن ان تشرح لنا موضوع الاعفاء او مقترح الاعفاء من رسوم الاستيراد متعلق بالأدوية الأمراض المزمنة. شكرا جزيلا على الاستضافة. فبالطبع اليوم المغرب تعيش واحد اللحظة تاريخية اللي هي تعميم التغطية الصحية بأوامر سامية من صاحب الجلالة. حكومة كتشتغل بشكل قوي من أجل التنزيل ديال هاد الورش الملكي. اليوم ضمن النقاط، غير باش نجاوب بشكل محدد على السؤال ديالك، ضمن الاشياء اللي جات في قانون مشروع قانون الماليه، محاوله ديال ضبط توازنات ديال الصناديق، ومحاوله ضبط الاستمراريه ديال هذا التغطيه الصحيه الشامله. فهناك واحد المجموعه ديال النقاط اللي دخلت فيها المنظومه الصحيه الجديده، وجات الاجراء ديالها في مشروع قانون الماليه ديال 2023. ضمن هذه النقاط بالطبع السؤال اللي طرحتي، فكي كتعرف الحكومات السابقه هي ديجا كانت خدات القرار ديال الاعفاء من الضريبه على القيمه المضافه بالنسبه لواحد المجموعه ديال الادويه، اللي هي ادويه ديال الروبو ديال لازم، ادويه ديال داء السكري للديابيت، ادويه ديال ليبرتونسيون، ادويه ديال السرطان. طبعا بقات ادويه اخرى اللي هي تطبق عليها النسبه المئويه ديال 7% ديال القيمه المضافه. هاد المشروع القانون الماليه خدا القرار ديال الاعفاء ديال الادويه. ملي كنتكلم على الادويه كنتكلم على الماده اللي كيكون عندها ترخيص خاص، اللي هي عندها اللي هو الدواء، ماشي كلشي دواء. كنهضروا على الادويه، المواد اللي عندها ما يسمى بلاي ام ام، لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي، هذه هي اللي عندها لا ديفينيسيون ديال الدواء، التعريفه ديال الدواء. فكل باقي هذه يتم الاعفاء ديالو. بالطبع الانعكاس انعكاس جد ايجابي، لانه كي كتعرفوا هناك واحد الكميه ديال الادويه اللي هي كيردوها الصناديق بحال الصندوق ديال لا سي ان اس اس ولا لا كنوبس، بالنسبه للقطاع الخاص ولا بالنسبه للقطاع العام. مي كاينه ادويه اللي ما كيتمش لو رومبوسمون ديالها، فالاثمنه ديالها غادي تخفض. قرار شجاع، قرار اللي كيتواجب مع النظره ديال صاحب الجلاله، اي نظره الاجتماعيه لهاد البلاد هادي ولهاد المجتمع هذا. بغض النظر على تخفيض ديال السحب ديال لا تي في ا الميديكامون، كاين تخفيض ديال الرسوم الجمركيه حول المنتجات الصحيه والمستلزمات الطبيه اللي مستورده اللي كتجي من الخارج. بحال يعني يمكن نقول بحال دابا واحد لو ستانت اللي كيدار في القلب ملي كيكون بنادم عنده ان بروبليم كاردياك، او لا بحال الناس اللي كيكون عندهم لو جونو كيديروا لا بروتيز، ولا هذه هي المستلزمات الطبيه اللي هي مستورده من الخارج. كل هذا بالطبع. هذه الادويه هل اسعارها محدده ام هي اسعار محرره؟ بالنسبه للمستلزمات اسعار اللي مع الاسف من حتى الساعه مازال ما تمش الضبط ديالها 100%، والوزاره الوصيه كتشتغل على هذا الورش هذا باش يدار اثمنه محدده لهاد المستلزمات الطبيه، لانه كاين فيها واحد العدد من التجاوزات يمكن لنا
يعني نثبت لك على انه هناك تجاوزات كثيره في هذا القطاع ديال المستلزمات ولو انه تنخفض الرسوم الجمركيه، يعني لما كانش تتبع ديال تحديد الثمن فالاسعار ما فيش المواطن ما غاديش يستفد. ما فيش يجب الضبط الاثمنه ديال الصرف ديالها للمريض المغربي، ولو انه هو ما يبقاش يخلصها في اطار تعميم التغطيه، لكن حنا عندنا واحد الحرقه على الصناديق، وعندنا حرقه على الاستمراريه ديال هذه التغطيه الصحيه الشامله. طيب بالنسبه للامراض المزمنه، كنعرفوا بان الادويه ديال هذه الامراض اليدويه باهظه الثمن. اليوم الى تم الاعفاء من رسوم الاستيراد، شحال النسبة ديال الانخفاض يمكن نقولوا ديال هاد الأسعار ديال هاد الأدوية؟ باش نمشيو لهاد الأدوية اللي هي بايضة الثمن. نعم. بصفة عامة هي أدوية ديال أمراض بحال السرطان، بحال لاسكليروزون بلاك، إي أنسي تويت، ياك؟ ما في شك على أن هاد الأدوية هادي بعد الأثمنة ديالها خصها تنخفض. هناك تجاوزات ما فيها نقاش. ما هو كل أدوية اللي هي كتفوت 1000 درهم من الفوق، وحنا عندنا مجموعة في واحد لو سيغمون كيتسمى التيكات، هذه أدوية كلها، وهذه كلها أدوية مستوردة. جوج ديال الحاجات، الأثمنة ديالها خاصها تنخفض، لأنه من غير المعقول، وهذا راجع للمرسوم اللي حنا دائما كناديو باش يتم التصحيح ديالو، مرسوم ديال 2014 اللي جا مع الاسف الشديد بواحد المجموعه ديال السلبيات في اطار تخفيض في اطار تحديد الاثمنه ديال الادويه. فهاد الادويه هادي خاص الثمن ديالها بعدا قبل ما نذكروا على الطبيعه، خاص الاثمنه ديالها تنخفض. اما هادي نفرضوا التخفيض ديال الاثمنه ديالها ونشجعوا، وحنا بلد عندنا واحد الحظ خارق، حنا بلد عندنا صناعه ديال الادويه محليه، صناعه الادويه وطنيه، خاصنا نشجعوا المختبرات اللي كتصنع هنايا في اطار لا سوفرانتي، تولي كتصنع حتى هذا النوع من الادويه هنايا في المغرب، لانه عندنا الموارد البشريه اللي هي مكونه واللي هي في واحد المستوى عالي جدا، واللي هي راكمات المعرفه في هذا الباب هذا. ولهذا خاص، هذا هو الجانب اللي انا كنحث عليه بزاف، خاص الدوله تشجع المختبرات اللي كتقوم بواحد العمل رائع جدا، لانه حنا شفنا في الكوفيد 19 كيف البلاد ديالنا ما احتاجت والو، بحيث كنا ضمن يمكن البلدان القليله في العالم اللي سيرنا ذاك الفتره ديال الوباء بواحد الشكل ناجع جدا. ولهذا يجب تخفيض الاثمنه ديال الادويه البايضه للثمن. وحنا وانا جوفي بروفيتي ماد لوكازيون هادي، انا غادي باش نقول لك على انه حاليا هناك نقاش، غادي يتم التعديل ديال المرسوم ديال تحديد الادويه اللي كان في 2014 واللي كان غير منصف بالنسبه للصيادله الصيدليات اللي هما في وضع مأساوي، واحد العدد النسبه ديال الربح، واحد العدد منهم في وضع مأساوي. جوج ديال الحاجات انا كنطلب في اطار المرسوم الجديد، المشروع الجديد اللي هو غادي يخرج قبل اخر السنه، ادخال ما يسمى ادخال ما يسمى بلي زونورير، ماشي بالعربيه اتعاب في لا ريمونيراسيون ديال لو فارماسيان ساديون بار زائد الهامش، لانه لو فارماسيان كيقوم بواحد الدور رائع جدا. 1,200,000 مواطن تيدخلوا للصيدليات يوميا. المواطن ملي كيصبح مريض اول حاجه كيدير كيدخل للصيدليه ديالو وكياخذ النصح وكياخذ الدواء ولا الى اخره. ولهذا والصيدلي اليوم صيادله الصيدليات يقوموا بواحد الدور رائع من اجل انجاح هذا التعميم ديال التغطيه الصحيه.
ولهذا خاصنا في اطار المشروع ديال المصوم الجديد ديال تحديد الاثمنه ديال الادويه، خاصنا الادويه البايضه الثمن خاصها ينزل الثمن ديالها. حنا كناديو بها كصيادله، وانا كان باسم صيادله كنقول. طيب بالنسبه للحكومه في مشروع قانون الماليه ايضا اقترحت ميزانية 2 مليار درهم لاقتناء الأدوية لصالح المستشفيات العمومية. كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على الخدمة الصحية لصالح المواطنين، خاصة أن هناك مشكل حقيقي فعلا في الولوج إلى الأدوية في المستشفيات العمومية؟ هو المشكل اللي كان مطروح واللي القانون الإطار جاب الجواب عليه، هو المشكل ديال الحكمة. قانون الإطار 0622 اللي هو اليوم كاين في البرلمان، هو كيتمحور حول أربعة ديال المحاور أساسية: الحكمة، الموارد البشرية، الخدمات الصحية، والرقمنة. حنا أنا نمشي غير نقطة رقم واحد، هي الحكمة. جوج ديال المليار ديال الدرهم ديال الدواء هذا إيجابي، ولو انني انا كنظن على ان مكان ديال الادويه خصو يكون هو الصيدليه. حتى كل ما هو خارج هذا المسلك هذا انا كنعتبره يصعوب الضبط ديالو. يعني انت لا تتفق مع صيدليه المستشفى؟ لكن داخل المستشفيات وداخل المصحات خاص تكون ادويه اللي تستعمل في امراض اللي هي كبيره، بحال لو سيرفيس ديال الانعاش الطبي لارييماسيون، ولا بحال الجراحه، ولا هذه اشياء صحيح خصها تكون داخل المستشفيات. غير هذا خصو يكون داخل الصيدليات، لانه وانا نهضر على واحد الدواء اللي هو اليوم طرح واحد النقاش في الساحه الوطنيه، اللي هو الانسولين الناس ديال لي ديابيتيك. الانسولين خصها واحد الظروف معينه ديال الحفاظ عليها وعلى النجاعه ديالها من الناحيه الطبيه، من الناحيه ديال المفعول ديالها خصها واحد لا توبيراتور الى اخره. اليوم الانسولين داخل انا كندوي لصالح المريض، زعما باش نكونوا واضحين، انا الانسولين خصها تكون في الثلاجه في واحد الدرجه معينه من البروده. فاذا به زعما كنشوف انا الانسولين بعد النوبات كتكون عند الجمعيات في اماكن نابورت كوا، هادشي هذا خصو يوقف. يجب انا كنظن على ان المستشفيات ولا المصحات، وحنا كناديو بها كصيادله، سيكون عندها لائحه معينه مخصصه ديال الادويه اللي هي تستعمل بشكل اون اورجونس. خارج هذا مكان الادويه هو الصيدليه. سي كدير كنت تكلمنا على وضعيه القطاع ديال الصيدله في المغرب، وشنو هي الاصلاحات المرتقبه فيه؟ قطاع الصيدله في المغرب قطاع اللي هو جد مهم، وحنا من الدول اللي كان عندنا الحظ لاننا قدينا نبنيو صناعه الادويه محليه. بدينا من بدايه الستينات، وكانت هذه النظره ديال المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه اللي هو كان شجع في هذا الاطار هذا. فكانوا واحد المجموعه ديال الصيادله اللي اشتغلوا في هذا الباب هذا وتعلموا وراكموا المعرفه، واليوم راحنا في واحد المستوى عالي. فمن الناحيه ديال الجوده نصنف في لازون اوروب من ناحيه الجوده ديال الادويه اللي هي مصنعه داخل الوطن. عندنا واحد الشبكه ديال الصيادله الصيدليات اللي كتغطي كل التراب ديال المملكه بدون استثناء، كلها كان عندنا واحد الشبكه ديال التوزيع رائعه جدا، لانه ما كيكفيش على انك غير يكون عندك الدواء، خاصك يكون عندك الدواء يتصنعوا، لكن خاصك توصلوا لكل النقاط ديال التراب الوطني. ما يمكنش يكون هنا ولا ما يكونش هنا الى اخره. وهنايا عندنا هذه الشبكه التوزيع كتقوم بهذا الدور هذا
واحد الاحترافيه عاليه. الصيدليات عندنا 12000 مليون و200 مواطن كيوجهوا الصيدليات يوميا بدون لا معيد لا شي حاجه. باب الصيدليه مفتوحه 24 ساعه على 24 ساعه ليل ونهار تنشغلوا كان وحنا دائما لصالح المواطن المغربي. هاد المهنه تطورت لكن تطورت بدون ما تكون عندنا واحد النظره استباقيه، حتى على انه اليوم عندنا واحد المجموعه واحد العدد هائل ديال الصيادله اللي هما مع الاسف الشديد في وضع هش. واحد 3000 صيدلي عبر المغرب اللي هو في وضع هش واللي عندهم مشاكل كثيره مع الاسف الشديد، واللي المنظومه ديال الدواء كلها كتعاني من هذه الهشاشه هذه. كان عندنا في 2014 حكومه في ذاك الوقت هذاك جابت واحد المرسوم ديال تحديد ثمن الادويه اللي انا في اعتقادي ما كانتش خدات الوقت الكافي باش ترشو وترش الانعكاسات ديالو على القطاع. هو الانخفاض اثر المواطنين استقبلوه بطريقه ايجابيه، ولكن الصيادله لانه خفض الهامش يمكن ديال الربح ديالهم. هذا هو في كاين المشكل باش توضح هذه النقطه. نحن لصالح انخفاض ثمن الادويه على ود حنا اللي كنحسوا بشنو كيحس المواطن. المواطن كيجي عندنا حنا، ولهذا حنا نو سون فافورابل، حنا لصالح انخفاض الاثمنه ديال الادويه. لكن كان من المفروض انه غادي تكون واحد المجموعه ديال القرارات مواكبه باش الانعكاسات ديال التخفيض ديال الاثمنه ديال الادويه ما ينعكسش بشكل سلبي على الصيادله، لانه الصيدليه ما فيش شك على انه كيكون فيها هي معموله للدواء، لكن الصيدليه هي مقاوله، هي عندها ديشارج، عندها البيرسونيل، عندها الكرا، عندها الضوء، الماء، التليفون الى اخره الى اخره الى اخره. ولو كود لافي كيطلع والمداخل ديال الصيادله كتنخفض. هنايا كاين واحد النوع من التناقض. لهذا بحال اللي قلت لك كان من المفروض ان واحد المجموعه ديال القرارات تواكب المرسوم ديال 2014 ما تمش الاقرار ديالها مع الاسف الشديد، وهنايا فاش المهنه ضرات. حاليا الحكومه الحاليه واللي انا كنحييها على الشجاعه فتحات هذا الملف هذا ديال المرسوم ديال 2014، تم الاستماع لنا كمهنيين كممثلين ديال المهنه، وتم الاستماع لكل المتدخلين، وكاين واحد المجموعه ديال الاقتراحات لاعاده النظر في هذا المرسوم هذا. وبالطبع هذا قطاع اللي هو الى بينيفيسي واحد المجموعه ديال المؤسسات الدستوريه اهتمت بالقطاع، وعلى راسها مجلس المنافسه اللي عطى واحد المجموعه ديال التوصيات كتمشي كتاكد على ان القطاع هو في 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 وضع يعني هش، وعطى واحد المجموعه ديال الاقتراحات للحكومه. وبحال اللي قلت لك الحكومه الحاليه راه هي كتشتغل، وكنتمناو خير بالنسبه للقطاع، لانه القطاع هو غادي يلعب واحد الدور جد مهم في انجاح المنظومه الصحيه الجديده. ف ضمن الاشياء اللي كناديو بها كناديو بتوسيع الصلاحيات ديال الصيادله الصيدليات. يعني بحال دابا احنا كنعيشوا دابا فتره ديال الزكام الموسمي، واحد المجموعه ديال المواطنين تيجيو على لو فاكسان ديالهم، ولكن خصو يهز الفاكسان ويمشي يدور به باش يشوف فين يديروا الى اخره. الوغ كو غالبيه ديال دول العالم عطات هذه الامكانيه هذه بالنسبه للصيادله الصيدليات، وكتشوفوا شنو قاموا به صيادله الصيدليات في الفاكسان ديال الكوفيد في دول راقيه وما كانوش كره الوضع يكون بشكل اخر. بحال دابا لو فاكسان يمكن الصيدلي يعني باسم القانون نعطيوه واحد اللائحه محدده ديال الامراض بسيطه اللي يمكن هو يعطي الدواء، ما كاين علاش المريض يبقى كيدور الى اخره.
الصيدلي كيمكن له يلعب واحد الدور هائل فيما يسمى بـ 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 بالطب الوقائي لا ميديسين بريفونتي. لانه شنو هو اليوم ملي كنهضروا على هناك واحد خصنا نشتغلوا على واحد التربيه جديده داخل المجتمع، واحد المفهوم جديد داخل المجتمع ما يسمى في الدول الراقيه لو بيانيتر، العيش جوده العيش. انا بغيت نقول لو بيانيتر شنو هو لو بيانيتر؟ لو بيانيتر هو خاص بنادم يدير رياضه، خاص بنادم ياكل بشكل سليم، خاص بنادم انه دو با بوكو ستريسي، وهادشي هذا كيشتغل عليه الدول. هناك دول اللي كتعطي كتمول كتساعد في التمويل باش المواطنين يديروا الرياضه. إنا كنا أقوى ودرنا هذه الثقافة الجديدة داخل المجتمع، رحنا غادي نغبطوا الحدة ديال الأمراض المزمنة. بحال دابا الداء السكري، إنا كان مريض قدر الله فيه السكر، بالحق هذا المريض إنا دار الرياضة وإنا كلا مزيان وما خداش السكر وداك الشيء هذاك، أي يمكن له يعيش سون بروبليم. إنا ما كانتش عنده هذه المعرفة هذه، يمكن له يوصل لمشاكل العينين ديال الكلاوي، هذه يمكن له يدخل الانعاش 4000 درهم في النار ديال الانعاش. وهنايا فاش الصناديق كتولي عندها المشاكل، الصناديق اللي هي هي اللي تجاري التغطيه الصحيه، ولهذا خاص يفو بوكو دو كومونيكاسيون، خاص التواصل مع المواطنين ومع المجتمع، خاص دي سلوغون، وخاصنا نخلقوا واحد لي ريفليكس جداد داخل المجتمع باش يمكن لنا نمشيو مزيان. اكثر من هذا اليوم الطب تقدم، ولهذا معدل العيش طلع، لو الناس يعيشوا بزاف. دونك الشيخوخه حتى هي عندها واحد المجموعه ديال الامراض كتمشي معاها، غنحتاجوا الدواء اكثر. فهاد الاشياء هذه كلها خصنا تكون عندنا واحد النظره شموليه للموضوع باش ونشتغلوا عليه من كل الجوانب باش المواطنين ديالنا يكونوا في وضع افضل.